أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال أحد الصحفيين في أحد الصحف إن الإسلام هو إسلام الخلفاء الراشدين، هو الإسلام في زمن الخلفاء الراشدين، وهو الإسلام في زمن الأندلس، أما الإسلام في زماننا هذا فهو إرهاب، فكيف نرد على مثل هذا؟ الإسلام هو الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو محفوظ بحفظ الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لكن تعلمون أن فيه تكفيريين يكفرون المسلمين بمثل هذه الأقوال. بعضهم يقول حتى لو أذنوا بنوا المساجد والمنارات فليسوا بمسلمين، وهذا من التكفيريين الذين يكفرون المسلمين. الإسلام موجود ولله الحمد، وأهله موجودون، وكون أهل المخالفات كثيرون لا يضر الإسلام ولا يدل على أن الإسلام مفقود. الإسلام موجود لمن أراده ومحفوظ ولله الحمد. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.